أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أخاف الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر فتقبل من أحدهما فتقبل من أحدهما واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف فتكون من أصحاب النار
فقتله. فأصبح من الخاسرين فأصبح من الخاسرين أبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا أصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيا كأنما أحيا الناس جميعا ومن أحيا كأنما أحيا الناس جميعا قتل نفسا بغير نفس
يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم
أو يلقى من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا الذين تابوا إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. ومثله معه
يريدون وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والسارق والسارقة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما والسارق والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك
صدق الله العظيم. يا أيها الرسول يا أيها الرسول يا أيها الرسول ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون للكذب ومن الذين هادوا للكذب أكالون للسحت
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون وما أولئك بالمؤمنين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط
ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وما يحكم بها النبيون 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 والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون
النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين والسن بالسن والجروح قصاص والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وكتبنا والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص وكتبنا عليهم بالأنف والأذن بالأذن
فما تصدق به فهو كفارة له فما تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون فمن تصدق به فهو كفارة فمن تصدق به فهو كفارة ومن لم يحكم بما أنزل الله الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلا هو الشمس والقمر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كدره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي لن ينساه عشنا سويا مع الذي هو شفاء للصدور تلاه على مسامح حضراتكم سفير قراء جمهورية مصر العربية وقاري اتحاد الاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحج عنتر الهنداوي القارئ والمقيم بمركز ومدينة دمنهور بالاشتراك مع الهندسة الصوتية والفراشة الحديثة المتنقلة في كل مكان التي ركبت تحت إدارة وإشراف أولاد درغام المقيمين بمراج حامد حضرات السادة الأفاضل شكر الله سعيكم جميعا.